استقبل التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة جموع المعزين أمس الجمعة في رحيل أمين مكتبه التنفيذي الشيخ محمد بن محمد الدغبشي، وذلك في مدينة مارب وسط حضور كثيف يليق بشخصية وطنية وقيادي إصلاحي بقي حاضرا في قلوب الناس رغم الغياب. فالشيخ محمد بن محمد الدغبشي هذا وهب عمره كله لدعوة الله ولتربية الشباب والجهاد في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، فهو من المجاهدين الذين سجنوا في سجن الحوثيين ما يقرب من 3 سنوات وهو صابر محتسب وخرج وجاهد في سبيل الله. حيث تدفق المئات من المعزين في رحيل الدغبشي إلى قاعة العزاء من مختلف أرجاء تهامة وشخصياتها الاجتماعية والقبلية ومؤسسات المجتمع المدني وكذا من محافظات الجمهورية، متحدثين عن مناقب الشيخ باعتباره أيقونة نضال وطني ومدرسة في التضحية والثبات وعلما من أعلام الإصلاح. أو غاب عنا الدغبشي ولن نراه مجددا بين الصفوف مربيا وموجها ومجددا، أو غاب دون حضورنا لودائه متعمدا للاشتياق ومن يكون متحملا متجلدا، أو غاب حقا شيخنا ولن يعود لنا غدا وقيادة وريادة وعبادة وتجردا وإدارة وتجدارة وصدارة وتجلدا وسماحة وفصاحة وملاحة وتمردا. شاركت المكاتب التنفيذية للإصلاح في الجمهورية وكذا الأمانة العامة للإصلاح والهيئة العليا الذين تحدثوا عن تضحيات الدغبشي ومسارات نضاله الوطني. سأل الله تعالى شهادة المصطفى وجاء إلى المقاومة وسجن، وفي الحديث من سأل الله تعالى شهادة المصطفى بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه، نسأل الله له منازل الشهداء، ونسأل الله عز وجل أن يشفى كل الجرحى وأن يكون كالمختطفين زملاء الذين طلعوا من السجن. 3 عقود من السنين صنع فيها الشيخ الدغبشي الآلاف من رجال وشباب الحديدة الذين عرفوه بابتسامته ونبله وتواضعه وسعة فكره ليستلهم الجميع القيم الذي كان عليها معاهدين قائدهم بأنهم ماضون على درب نضاله في الدفاع عن اليمن وهويته في مواجهة مشاريع الموت والكهنوت والتخلف. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية مارب.